أردف استعدادا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة الأهم في القارة العجوز باتت قبل وقت كبير من موعدها حدثا يدخل السرور على قلوب سكان العاصمة الويلزية. المزيد في تقرير موفدنا سامي سهمود. بحلول الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي مساء يوم السبت، ستكون كارديف عاصمة ويلز محط أنظار الملايين حول العالم لمتابعة أكبر حدث رياضي في عام 2017. نحو 75,000 مشجع سيحظوا بشرف متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا على هذا الملعب الأكبر والأشهر في كارديف. ورغم أن الملعب استضاف سابقا نهائي كأس العالم للرجبي عام 1999، إلا أن احتضان نهائي دوري أبطال أوروبا يعتبر حدثا نادر التكرار. إنه الحدث الرياضي الأكبر الذي يأتي إلى ويلز على الإطلاق. من الرائع لكارديف المدينة أن تشارك في هذا الحدث وأيضا للملعب. لقد عملنا بجد إلى جانب شركائنا في المدينة والحكومة الويلزية والاتحاد الويلزي لكرة القدم من أجل تأمين هذا الحدث الرائع. ويعتبر ملعب ويلز الوطني واحدا من 5 ملاعب في العالم تمتلك سقفا متحركا، وقد قرر الاتحاد الويلزي إغلاقه يوم نهائي لأسباب أمنية. ويعتقد المشجعون أن إغلاق السقف سيساهم في خلق أجواء تشجيع مثالية. إذا أغلق السقف فما من شك أنها ستصبح الأجواء الأكثر مثالية للعب نهائي دوري الأبطال، لأن إغلاق السقف يضيف لمسة سحرية للمباراة. مدينة كارديف استعدت للحدث منذ أشهر. أحد أشهر لاعبي ويلز السابقين إيان راش سافر خصيصا إلى سويسرا لجلب كأس البطولة، وبدت المدينة في حالة ترقب لهذه الاستضافة التاريخية. بالطبع فكل شخص في العالم يعرف أن المباراة تقام في كارديف ويتطلع إلى القدوم للزيارة وإلقاء نظرة علينا. حقيقة أن كريستيانو رونالدو قادم إلى كارديف تمثل أمرا رائعا، كما أعتقد أن قدوم طرفي المباراة ريال مدريد ويوفنتوس إلى كارديف تعني الشيء الكثير. وستكون المباراة مناسبة لعودة غاريث بيل ابن كارديف للعب مجددا أمام جماهير مدينته التي ولد وترعرع فيها. فلاعب ريال مدريد يحظى باحترام كبير في العاصمة الويلزية. إنه فتى محلي أحد فتيان كارديف وكان يعيش بالقرب من هنا، وأنا واثق من أنه سيتلقى ترحابا كبيرا وهو سيرغب في تحقيق الفوز في مسقط رأسه. استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مناسبة فريدة من نوعها لوضع كارديف على خريطة السياحة العالمية وتقديمها كوجهة مميزة تمتلك مقومات سياحية كبيرة. سامي سهمود، بي إن سبورتس، كارديف.